الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه التابعين. وبعد، الوالد الكريم الناظر، وزير الصحة، الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشورى، الآباء أعضاء الجمعيات والمنظمات الخيرية، الضيوف الكرام الحاضرون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا الصباح الجميل بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا أن أشكركم باسمي وباسم كل مصاب بالثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وأدعو الله أن يكتب أجركم ويشكر سعيكم ويمتعكم بالصحة والعافية في أنفسكم وأهليكم. الآباء الأفاضل، إنني ومهما حاولت أن أوصل إليكم المأساة التي نعيشها نحن المصابون بالثلاسيميا فلن أقدر على ذلك. إن حياتنا هي رحلة مثيرة من آلام مختلفة لا تفارق أجسادنا إلا بفراق الروح. أيها الآباء والأمهات، تصوروا معي طفلا يئن يتألم بين يدي والديه، هل سينامان؟ هل سيرتاحان؟ هكذا نحن ودوينا طوال دهرنا، الناس ينامون ونحن لا ننام، الأطفال يلعبون ونحن لا نلعب، والأطفال يفرحون ونحن لا نفرح، كيف نفرح؟ كيف نفرح وشبح المرض يطاردنا؟ كيف نلعب والآلام تهددنا؟ أجسامنا قد نحلت ووجوهنا شحبت ودماؤنا نشفت، الأطفال في الملاهي يلعبون وأطفال الثلاسيميا في المشافي يصرخون، الأطفال يقتنون اللعب ونحن نقتني أجهزة الحقن والتعب، غير أننا نحمد الله الذي أعطى ووهب، نقضي أيامنا بين نقل الدم والحقن بالدواء والتردد على المشافي والمختبرات لعلنا نجد فيها ما يخفف مضاعفات الداء ويمدنا بأسباب الحياة من الدواء. الوزراء، الحضور جميعا، إننا نحتفل باليوم العالمي للثلاسيميا كبقية دول العالم، وإننا نناشدكم أن تقفوا معنا في مأساتنا الإنسانية والتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية للحد من انتشار هذا الداء الخطر حتى لا تتكرر المأساة. إننا نأمل أن يكون اليوم العالمي للثلاسيميا نقطة البداية في تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لرعاية مرضى الثلاسيميا من خلال إنشاء مركز وطني لمرضى الثلاسيميا والدم المراحي أسوة ببقية دول العالم، ونأمل أن تتضافر الجهود كذلك في مكافحة هذا المرض الخطير للحد من انتشاره في أجيال المستقبل من خلال سرعة استصدار قانون فحص ما قبل الزواج، فالعاقل من تفادى الشر قبل وقوعه. وختاماً، نشكر كل القائمين على هذه الجمعية الإنسانية التي فتحت لنا نافذة الأمل ومددنا بأسباب الحياة، وندعو كل الحاضرين إلى التعاون مع هذه الجمعية ودعم جهودها مادياً ومعنوياً، ونشكركم على مشاركتكم لنا آلامنا وآمالنا في هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
نختم الآن مع أنشودة فيديو كليب عن مرضى الثلاسيميا تعرض عبر البروجيكتر، تم تصويرها من قبل جمعية مرضى الثلاسيميا. أنا واحد من مصاب من الأطفال المصابين بمرضى الثلاسيميا، اسمي عبد الوهاب علي أحمد محمد مهدي.
احنا قد ابتلانا ربنا، يعني مرضنا بهذا المرض، اصابنا الله بهذا المرض، لكن لا نريد الاجيال القادمه انها تنصاب بهذا المرض، يعني اجرالها. نطلب منكم لو سمحتوا يعني بكل رجاء فحص ما قبل الزواج ومركز وطني لمرضى الثلاسيميا. والنقطة الثالثة دعم الجمعية اليابانية ويعني الحبوب والأشياء الغير المتوفرة فيها مثل الأكسوجين مثلا أو ب800 دولار، ونتمنى يعني تدعمونا. افترضوا هذا إبر، عندنا إبر دسفلار، خمسة أيام في الأسبوع، 10 ساعات في اليوم مدى الحياة، والدم كل 21 يوم مدى الحياة كذلك. يعني أبنائكم تصور أنهم مصابين بهذا المرض، باترضون؟ لا أكيد مش راضين، ما فيش أحد يرضى على ابنه. لذلك يعني نطلب منكم كل الرجاء، مركز وطني، إحنا عانانا بما يكفي، لا نريد الأجيال القادمة تعاني مثلنا ولا نريدكم. وهذه أمانة في أعناقكم، يعني الأجيال القادمة كلها أمانة في أعناقكم. نود أن يعني تدعموا الجمعية، جزاه الله خير، قامت ساعدتنا قدر الإمكان. ولا ننسى أهم حاجة قلت، المركز الوطني، ويعني نرجو منكم تستمعوا للكلام هذا. هذه رسالتي أوجهها للمسؤولين والرؤساء، وهذه الوزن الحكومة الماضية ما راحت، ما سوت حاجة، حاولنا كلمناها ما فعلت، لا فحص ما قبل الزواج ولا مركز وطني ولا حاجة. لكن دحين إن شاء الله يكون فيها خير هذه الحكومة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وبعد، نحن أسرة الحمد لله، عندي 3 أولاد مصابين بمرض التلسيميا والأنيميا المنجلية. أنا كنت ساكن في باجل، أو فتركت أهلي وبيتي وانتقلت إلى العاصمة صنعاء، وذلك بحثا عن العلاج أو بحثا عن صحتهم أو السبب الذي سبب صحتهم. هذا المرض معاناه كما تعرفون أو كما سمعتم، معاناه مدى الحياة، لأنه المرض هذا وراثي، سببه زواج، يكون الزوج والزوجة ناقلين أو حاملين للمرض، فيأتي الابن مصاب في الجينات وراثيا أو يعني ضمن الخلقة يعني. تمام، هذه معاناة لا تنتهي. يعني عندك نقل دم، عندك علاجات، عندك ما المشكلة أنه تأخذ الطفل المريض ما تحصلش فين توديه، لأنه لا يوجد مركز مختص بهذا المرض. يوجد مركز للقلب، ويوجد مركز للسرطان، للكبد، لكذا، لكن الدولة لم توفر مركز لهذا المرض، ولذلك تحتار أين تتجه به، لا أدري. أحيانا نذهب إلى أطباء، يعني مع الأسف يعني أنه بعض الأطباء، حتى بعض الأطباء لا يفهمها في هذا المجال، لكن عندما يوجد مركز أقل شيء تودي ابنك توديه في هذا المركز، يعني يكفينا معاناة المرض، لا نزيد نعاني فوق معاناة المرض الآلام أطفالنا، نزيد نعاني من عدم وجود علاج، من عدم وجود دكتور، من عدم وجود مادة، يعني معاناة فوق المعاناة. أنت تعاني من عندما ترى الطفل يتألم، طيب بتضاف إليك معاناة أنك لا تملك المادة، تضاف إليك معاناة أنك لا تملك أين تسير بهذا الطفل، أين، من هو الدكتور الفاهم حتى يعالجه، ما أين العلاج؟ العلاج يعني العلاج الباكت الواحد من أجل طرد الحديد ب800 دولار، الباكت الواحد لما معك 3 أطفال وأنت تشتري باكتين لكل واحد في الشهر من أجل طرد الحديد في الأعضاء التي يترسب فيها يتلفها. يلا شباب، ندان زف الحري، نشيكم تفاعلوا معنا. تمام، ما مع الحري ولا هذا الليلة. وأنت يا صاحب الهيلوكس لو سمحت قرب كذا شوية. أيوة، يا سلام عليك. صلي يا ربي على طه الحبيب، الله يا الله، سيد كل الناس، الله، من أزال الشك عنا بالياه. الفحص قبل الزواج الوسيلة الوحيدة للوقاية من مرض الثلاسيميا والدم الوراثي. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه التابعين. وبعد، الوالد الكريم الناظر وزير الصحة الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشورى، الآباء أعضاء الجمعيات والمنظمات الخيرية، الضيوف الكرام الحاضرون جميعاً.